بباروكة من الألماس. أحلام تثير الجدل في أحدى الزهور والمتابعين، إيه السفه ده؟ أثارت الفنانة أحلام موجة من الجدل والانتقادات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في حفل الليلة الماسية بموسم الرياض بباروكة من الألماس، كما وضعت عدد من اللقالق على رقبتها. ولاقت الصور تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين انتقدوا هذا الظهور لأحلام، متسائلين عن حقيقة كون هذه الباروكة من الألماس الحقيقي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم. وأشار آخرون إلى أن العمليات التجميلية التي أجرتها أحلام جعلتها تبدو كشخصية إعلامية وخبيرة التجميل جويل مرتيتيان. وجاءت التعليقات على النحو التالي: مالها قلبت على جويل؟ هي فين أحلام دي؟ الناس فيها زلازل، إيه السفه ده؟ بزخ واستفزاز. افتكرتها جويل خصلة شعر واحدة تحل مشاكل بلد. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. ما أجمل ورائي تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلوم. تابعونا